بسم الله، بإذن الله النهاردة هنكمل مع بعض في كورس الـ Data Structure، وعنوان التوبيك بتاع النهاردة بعنوان الـ Abstract Data Type. طيب يعني إيه Abstract Data Type؟ وإيه علاقة الـ Abstract Data Type بمحتوى الكورس بتاعنا أو بمصطلح الـ Data Structure؟ طيب خلينا نعرف الكلام ده مع بعض دلوقتي. الـ Abstract Data Type بمعنى إيه؟ لو الناس تعرف فكرة الـ Abstract Class هتعرف يعني إيه Abstract Data Type. لو اخدنا مع بعض في الكلاس في الابستراكت كلاس، عرفنا ان الابستراكت كلاس عباره عن كلاس المحتوى بتاع الكلاس عباره عن ابستراكت فانكشن، تمام؟ يعني عباره عن فانكشن وزود بيلد، او فانكشن وزود بودي، يعني فانكشن ملهاش بودي، تمام؟ والبودي بتاعها بحط البودي بتاع الفانكشن ده خارج السكوب بتاع الايه بتاع الكلاس اللي هو الابستراكت كلاس. فبنفس فكره الابستراكت كلاس الابستراكت داتا تايب. فالابستراكت داتا تايب عباره عن ايه؟ عباره عن بعرف الداتا تايب بتاعتي، او بعرف الداتا تايب ان ذا تيرم اوف تايب النوع، بعرف الداتا تايب بتاعي كنوع وكاوبريشن. بمعنى ايه الكلام ده؟ لو بصينا مع بعض كده على الجزء اللي تحت ده، فلو جينا بصينا مع بعض كده على الجزء ده هنا، الابستراكت داتا تايب بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الابستراكت داتا تايب هو عباره عن ديفاين، بيعرف لي الداتا تايب، بيعرف لي الداتا تايب ان ترم اوف تايب النوع والايه والاوبريشن اللي التايب ده بينفذه. يعني على سبيل المثال فالابستراكت داتا تايب هنا بيقول لي، هو بيقول لي هنا الداتا بروبرتيز، الخصائص بتاعه التايب ده، خصائص التايب ده، وبيعرفني الاوبريشن بتاع التايب ده ايه. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي عندنا الداتا تايب، عارفين احنا الداتا تايب يعني ايه انواع البيانات، عندنا بريميتيف داتا تايب ونون بريميتيف داتا تايب. فالبريميتيف داتا تايب هو اي داتا تايب موجود عندي في اللغه او بلت ان موجود في اللغه، تمام؟ زي ايه؟ زي الانتجر والدبل والسترنج والفلوت والكاركتر والسترنج الكلام ده كله. لكن النون بريميتيف داتا تايب هو اي داتا تايب اليوزر هو اللي معرفه، او بنسميه بمعنى اصح اليوزر ديفاين ديس تايب، تمام؟ الكلام ده احنا عارفينه مسبقا. طيب فدلوقتي على سبيل المثال لو هنتكلم على الابستراكت ديس تايب، لو هنتكلم على الانتجر، الانتجر ابستراكت ديس تايب. فالانتجر ابستراكت ديس تايب بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي هحط الشكل العام بتاع الانتجر ديس تايب، او احط الديفينيشن بتاع الايه الانتجر ديس تايب. فالديفينيشن بتاع الانتجر ديس تايب بيقول لي ان انا هعرف البروبرتيز، الخصائص بتاعت الانتجر، فهو عباره عن نمبر، تمام؟ الانتجر رقم صحيح عباره عن نمبر سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف، تمام؟ فده كده البروبرتيز بتاعت الانتجر. طيب ايه الاوبريشن اللي ممكن انفذها على الديس تايب بتاعتي ده او على التايب ده؟ فقال لك ان الاوبريشن بتاعتك هو الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن ديفيجن، تمام؟ فدلوقتي الكلام ده او الشكل ده اسمه الابستراكت ديس تايب، ابستراكت الداتا تايب، عباره عن الداتا تايب بتاعتك بس بشكل ابستراكشن. يعني ايه بشكل ابستراكشن؟ يعني الملخص بتاعك ايه، يعني الداتا تايب ده ايه هي البروبرتيز بتاعتها وايه الاوبريشن اللي ممكن انفذها عليها، تمام؟ بغض النظر او بدون دخول في تفاصيل اكتر او بدون دخول في الامبلمنتيشن بتاع الايه بتاع الداتا تايب، انا مش محتاج اعرف الامبلمنتيشن، انا بس جاست ان انا بقول لك ان الداتا تايب ده عباره عن كذا والاوبريشن بتاعتك اللي هتتم عليها عباره عن كذا، خلاص تمام. طيب فبعد كده بيقول لي ان الابستراكت داتا تايب عباره عن الزوي وي لوك ات داتا ستراكشر، وهي الطريقه اللي من خلالها بنقدر نبص على الداتا ستراكشر، تمام؟ فوكسنج اون، بتركز على وات ات داز، تمام؟ طيب يعني هي بتركز على ايه؟ الابستراكت داتا تايب بيقول لك وات ات داز، يعني الانتجر بيعمل ايه، تمام؟ اند اجنورنج هاو ات داز، يعني قال لك الانتجر ده ممكن ينفذ على ايه، ممكن ينفذ عليه اديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن ديفيجن، بس انت مالكش دعوه الكلام ده حصل ازاي، تمام؟ يعني كل الفكره انت ده بيعمل واحد اتنين تلاته، طب بيعمله ازاي؟ ده مش بتاعتنا، تمام؟ فقال لك الابستراكت ده طيب تعرفه كده او هو عباره عن كده، تمام؟ فهنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي الداتا ستراكشر از ذا فيزيكال امبلمنتيشن اوف ابستراكت ده طيب. فالريليشن شيب، فدلوقتي احنا محتاجين نعرف ايه يعني ايه علاقه الابستراكت داتا تايب بعنوان الكورس اللي احنا بنشرحه. اللي قال لك ان الداتا ستراكشر او هيكله البيانات بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن الفيزيكال امبلمنتيشن للابستراكت داتا تايب. فالابستراكت داتا تايب عباره عن لوجيكال، تمام؟ حاجه كده قال لك ان ده في كذا وفي كذا. لكن الداتا ستراكشر عباره عن الامبلمنتيشن الفعلي لمين؟ للابستراكت داتا تايب. واضح؟ تمام. طيب فعلى سبيل المثال برضو هنا عندي، ثواني شيل ده. طيب هنا بيقول لي ستاك ابستراكت ديس تايب، احنا اخدنا قبل كده في الفيديو اللي فات يعني ستاك، خلاص وعرفنا شكل الستاك عباره عن ايه، عباره عن كده، ده كده شكل الستاك. فبعمل ايه؟ فبعمل بوش العناصر بتاعتي في الستاك، تمام؟ بالشكل ده بعمل بوش وبعمل بوب. طيب
فاللي هنا الستاك ابستراكت ده طيب، فعرفنا خلاص الابستراكت ده طيب عبارة عن ايه، عبارة عن بلوك كده بيوضح لي يعني ايه اصلا الطيب ده، تمام، يعني ايه الطيب ده وايه الاوبريشن اللي ممكن تتم على الطيب ده، خلاص. فهنا الابستراكت ده طيب، او هنا الستاك ابستراكت ده طيب، قال لك ان بيعرفك ان الستاك كونتين اليمنت اوف سيم تايب ارينجد ان سيكوينشال اوردر، قال لك بيعرفك الستاك عبارة عن ايه، بيحتوي على عناصر من نفس التايب، تمام، مترتبة بترتيب سيكوينشال. طيب فطالما بنفس التايب يبقى معناها ايه، هوموجينيوس، اخدنا الكلام ده قبل كده، فاصبح ان الكلام ده هوموجينيوس، تمام. قال لك all operation take place at single end that is top of the stack، تمام، بنحط كل ايتم في ايه، في single end، الايتم ده بيمثل لي ايه، بيمثل لي التوب بتاع الستاك، فكل ما تحط ايتم في الستاك فالايتم الجديد ده بيمثل لك التوب بتاع الستاك، تمام. فقال لك بخلاصه يعني ان ده كده تعريف الستاك. طيب وبعد كده قال لك ايه، وبعد كده قال لك ان في اوبريشن بيتم على الستاك زي ايه، زي البوش، زي البوب، زي البيك، زي السايز، از امتي، از فول، فدي دي كلها مجموعه من الاوبريشن بتتم على ايه، بتتم على الستاك. طب انت عارف ازاي الاوبريشن دي اتنفذت، او عارف ازاي الكلام ده بيحصل له امبلمنتيشن في الرام، او جزء الكومبايلر، او اللي هو الحته بقى الايه في الباك، او في الباك اند، او في الجزء الخلفي اللي انت مش شايفه، انت عارف ازاي الكلام ده بيتنفذ؟ لا ما يخصكش بقى الكلام ده بيتنفذ ازاي، تمام. طيب ده كله الكلام ده اسمه ايه، الابستراكت داتا تايب، جاست ان انا بعرف الكلام ده عباره عن ايه وايه الاوبريشن اللي بتتم على الستاك، واضح؟ تمام. فبالشكل ده احنا دلوقتي هنا لو بصينا على الجزء ده هنلاقي عندنا، انا بكتب عندي البرنامج عادي خالص، بكتب البرنامج. طيب احنا قلنا البرنامج عباره عن مجموعه من السطور، او عندي كان عندي الجوريزم، والالجوريزم ده عباره عن مجموعه من السطور عشان احل المشكله بتاعتي، بعد كده اخدت الالجوريزم ده وعملت له امبلمنتيشن في البرنامج بتاعي، وايه ومحتاج ان انا اروح اعمل استراكت، او ان انا اعمل ستور للداتا بتاعتي في المين ميموري بشكل معين او بستراكشر معين، يعني مش بطريقه عشوائيه، تمام. طيب بحطها بطريقه بستراكشر معين بتسهل لي بعد كده الاوبريشن اللي هيتم عليها، او الاكسس اللي هيتم عليه، خلاص. فهتلاقي عندك البرنامج بالشكل ده، وهتلاقي عندك المين ميموري، المين ميموري بخزن فيه الداتا بتاعتي او بخزن فيه البيانات بتاعتي بستراكشر معين، فهتلاقي عندك مجموعه من الاستراكشر. فقال لك ان الابستراكت دي الصايب عباره عن ايه، عباره عن جزئين، بابليك فانكشن وبرايفت فانكشن، تمام. زي ما قلنا من شويه، هي زي ما قلنا من شويه ان فكره الابستراكت دي الصايب هي بتوضح لي ايه، او بلوك كده بيوضح لي ان ده كده الفانكشن اللي هيتم، او ده كده الاوبريشن اللي هيتم على الايه، على الداتا بتاعتي، وده كده الاوبريشن الثانيه، وده كده الاوبريشن الثالثه، تمام. الاوبريشن دي عباره عن ايه، عباره عن فانكشن، خلاص، عباره عن فانكشن. فانكشن دي ممكن تكون بابليك فانكشن او ممكن تكون برايفت فانكشن، خلاص. فده كده فكره الابستراكت داتا تايب، بتوضح لي الاوبريشن او الفانكشنز اللي هتتم على ايه، هتتم على التايب بتاعي او هتتم على الايتم بتاعي. طيب لكن الداتا ستراكشر، الداتا ستراكشر ما هو الا امبلمنتيشن لمين، امبلمنتيشن للابستراكت داتا تايب، يعني الداتا ستراكشر هو الامبلمنتيشن بقى للمين، للابستراكت داتا تايب. فده كده شكل الاري في الرام، ده كده هيبقى شكل الاري في الرام بالشكل الايه، بالشكل السيكوينشال اللي احنا شايفينه ده، وده كده شكل اللينكد ليست في الرام بالشكل برضه السيكوينشال اللي احنا شايفينه بالشكل ده، واضح؟ تمام. فده كده العلاقه ما بين مين، ده كده العلاقه ما بين الابستراكت ده تايب، واحنا عرفنا يعني ايه ابستراكت ده تايب، وما بين الداتا ستراكشر، واضح؟ تمام. بعد كده انا عايز الناس بس تكون عندها خلفيه عن حاجتين او جزئيه معينه كده، في حاجه اسمها اليوزر ليفل، وفي حاجه اسمها الامبلمنتيشن ليفل، تمام. طيب اليوزر ليفل، اليوزر ليفل ده عباره عن ايه، ده عباره عن الجزء بتاعك انت، ده عباره عن الجزء البرنامج بتاعك، وانت بتكتب البرنامج بتاعك فبتكتب ايه، ممكن تكتب السطر ده، مش ده كده ستيتمنت، صح، مش ده كده ستيتمنت او سطر برمجي بكتبه، فالسطر البرمجي ده الجزء ده اسمه اليوزر ليفل، ده الجزء الخاص باليوزر نفسه او البروجرام، البروجرامر نفسه، واضح؟ طيب فالسطر ده بيقول لي ايه، السطر ده انا عرفت عندي، عرفت عندي اري اسمها ماي اري، تمام، من نوع انتجر، يعني كل العناصر اللي جواها من نوع انتجر حجمها 10، وهنعرف قدام شويه او في الفيديو اللي جاي او اللي بعده هنعرف يعني ايه اري بالتفصيل وازاي بتعامل مع الاري. فمبدئيا ده كده السطر تعريف الاري، بعرفه بالاري بالشكل ده. طيب انت عارف ان الاري بتتكتب بالشكل ده، او تعريف الاري بيتكتب بالشكل ده، بس هل انت تعرف ازاي الاري بتتحجز في الرام، او ازاي الاري يعني في الكومبايلر تايم
وفي الرام الكلام بيحصل ازاي، يعني الاري اللي اسمها ماي اري بتتنفذ ازاي، او الامبلمنتيشن بتاعها ازاي. لا انت ما تعرفش الكلام ده، انت جاست ان انت بتعمل ايه، جاست ان انت عارف اليوز ازاي، او بتستخدم او انت تعمل بتستخدم اري ازاي، او بتكريت اري ازاي، تمام. لكن الامبلمنتيشن اثناء الكومبايل تايم واللي بيحصل في الرام انت مالكش علاقه بيه، تمام. فانت دلوقتي بس محتاج اعرفك ان انت عندك حاجتين، ان انت عندك اليوزر ليفل وعندك الامبلمنتيشن ليفل، تمام. فاحنا عارفين الاري شكله عامل ازاي، لسه قايلينه من شويه، تمام، متقسم بالشكل اللي احنا شفناه من شويه ده. طيب فاللي بيحصل في الامبلمنتيشن ليفل، الاري اسمه ايه؟ ماي اري. فاللي بيحصل عندك، بص كده على واحد اتنين، اللي بيحصل ريزيرفنج كونتينوس سبيس ان ميموري، بحجز مساحات جنب بعض في الايه، في المين ميموري، تمام. طيب بس هتحجز لها قد ايه، او الميموري سايز عباره عن ايه؟ الميموري سايز او الحجم اللي يتحجز في الرام عباره عن الاليمنت سايز، حجم العنصر الواحد، تمام. واحنا عارفين الاري هوموجينيوس، صح، العناصر كلها من نفس الداتا. فلو عندي انتجر احنا عارفين السايز بتاعه قد ايه. فقال لك حجم الاليمنت الواحد مضروب في عدد العناصر الموجوده في الاري، وعدد العناصر 10. فشوف بقى الحجم العنصر الواحد اضربه في عدد العناصر الموجوده في الاري، هيحجز هيقول لك المساحه اللي انت محتاج تحجزها فين في المين ميموري، واضح؟ طيب بعد كده قال لك giving the starting address the name my array، الستارت ادرس وليكن مثلا ده كده الستارت ادرس بتاعي، ده كده المكان اللي هبدا فيه احجز فيه المساحه المخصصه للماي اري، تمام، في المكان ده. فبدل المكان ده ايه، الاسم اللي اسمه ماي اري، تمام. فده كده بدات عند ادرس وليكن مثلا 1000، تمام، ولحد فين بقى، لحد رقم 9، او ان انا حجزت عندي المساحه المخصصه في الرام بناء على الايه، بناء على السايز بتاعي، او بناء على الايتم بتاعي حجمه قد ايه مضروب في عدد العناصر، فكده عرفت السايز بتاعي، واضح، تمام. طيب خلاص، بعد كده ده كده السطر ده بيعمل ايه، السطر ده في اليوزر ليفل احنا عارفين السطر ده وظيفته ايه وبيعمل ايه. فالسطر ده هيروح ينادي على الاري اللي اسمها ماي اري على في الاندكس رقم 3، هيروح ينادي على الاندكس رقم 3، تمام. احنا عارفين الاري بتبدا باندكس رقم 0، فده اندكس رقم 0، رقم 1، رقم 2، رقم 3. فيروح ينادي على العنصر الموجود هنا، او ينادي على المكان الموجود هنا، ويقول لك ايه، قال لك ان الماي اري اوف 3 عند المكان ده، روح حط لي كام او خزن لي كام، خزن لي 27. فيروح على المكان ده يخزن له 27. احنا عارفين الكلام ده بيولوجيك، تمام. لكن ايه اللي بيحصل في كومبايل تايم وفي المين ميموري، لا احنا ما يخصناش الكلام ده، بس احنا خلينا برضو نعرف الكلام ده بيحصل ازاي. فالكلام ده اسمه ده الامبلمنتيشن الفعلي للايه، لليوزر ليفل اللي احنا شايفينه. فبيروح عندي على اللوكال ادرس، فاللوكال ادرس او المكان اللي انت هتروح عنده عشان تخزن فيه ال 27 ايه هو، في المين ميموري. فقال لك ان الادرس اللي هتخزن عنده بيساوي ايه، بيساوي الماي اري. مين الماي اري؟ الماي اري عباره عن الستارت ادرس، صح؟ احنا من شويه قلنا الستارت ادرس عباره عن اسمه ايه؟ ماي اري، عند الايه؟ عند ال 1000. طيب بلس مين؟ بلس الثلاثه، مين الثلاثه؟ الثلاثه ده الاندكس اللي انت عايز تخزن عنده، مضروب فين؟ مضروب في السايز، مضروب في السايز بتاع مين؟ بتاع الانتجر، مش انا عندي نوع العناصر اللي متخزنه داخل الاري من نوع ايه؟ ها؟ من نوع انتجر زي ما قلنا من شويه. طيب فالسايز، هات لي السايز بتاع الانتجر، تمام، اضربه فين؟ اضربه في اللوكيشن اللي انت عايز تروح له، في الثلاثة، بلس مين؟ بلس الستارت ادرس. فهيجيب لك الايه؟ هيجيب لك الادرس المفروض ان الرقم ده اللي هو 27 يتخزن عنده. فيخزن فين؟ هيخزن عندك في الايه؟ في الاندكس رقم 3 بالشكل ده. فيخزن عندي كام؟ يخزن عندي 27 فين؟ في المكان ده، واضح؟ فده كده الفرق ما بين اليوزر ليفل والامبلمنتيشن ايه؟ ليفل، تمام؟ طيب بعد كده بنفس الطريقة، ثواني بس نشيل الكلام ده كده، بنفس الطريقة عند الستاك، احنا قدام شوية برضه هنعرف الستاك، تمام، في الفيديوهات مع بعد كده قدام هنعرف يعني الستاك. ففي الستاك لما تيجي تكتب الستاك او تيجي تستخدم الستاك، فبرضه عندك حاجتين، عندك اليوزر ليفل وعندك الامبلمنتيشن ليفل. فاليوزر ليفل ده الانترفيس، او اللي هو ده يعني ايه، ده الواجهة او ده البرنامج بتاعك اللي انت بتكتب فيه، يعني اليوزر ليفل ده البرنامج اللي انت شايف او اللي انت بتكتبه. فبكتب ايه؟ فبكتب void main عادي خالص. طيب فداخل void main بكتب ايه؟ بكتب stack، عرفت عند او اخدت من الستاك اخدت object اسمه اس بالشكل ده، تمام. وبعد كده ناديت على الفانكشن اللي اسمها create stack، ناديت على الفانكشن اللي اسمها create stack عشان اعمل initialization للستاك بتاعتي فين؟ في المين ميموري،
طيب بصيت لها ايه؟ بصيت لها الادرس او الابسوليوت اس، بصيت لها الادرس بتاع الاس. خلاص؟ طيب. فده الكلام ده هنعرفه وهناخده بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه، وهنعرف يعني ايه الكلام ده. واضح؟ طيب، بس عايز اقول لك ان ده اللي انت بتكتبه. ده اللي انت بتكتبه في الايه؟ في اليوزر ليفل بتاعك او في البرنامج بتاعك. لكن ايه اللي بيحصل بقى في الكومبايل تايم وفي المين ميموري؟ ده انت ما تعرفوش. خلاص؟ طيب، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انت هيكون في عندك فانكشن اسمها كرييت ستاك. بالفعل في فانكشن اسمها كرييت ستاك. الفانكشن دي واخده برامتر، البرامتر ده من نوع ستاك، تمام؟ البرامتر ده عباره عن، البرامتر ده عباره عن بوينتر اسمه بي اس مثلا، تمام؟ من نوع ايه؟ من نوع ستاك، تمام؟ طيب، بعد كده داخل الفانكشن بتاعتي قال لك ان البي اس، البوينتر اللي اسمه بي اس، هعمل ايه؟ هقول له في حاجه اسمها توب، هنعرف برضو بالتفصيل يعني ايه توب في الفيديوهات اللي جايه، تمام؟ فاصبح ان البي اس الطب بتاعه عباره عن زيرو، اللي هو ببساطه كده ان ده كده شكل الاستاك، ده كده شكل الاستاك. خلاص؟ طيب، لما احط عنصر في الاستاك، لما احط عنصر في الاستاك وليكن مثلا هنا خمسه، حطيت خمسه، فاصبح الطب بتاع مين؟ الطب بتاعي اصبح كده ان الطب بتاعي في المكان ده اللي هو ايه؟ اللي هو زيرو، ده كده الطب اسمه زيرو. طب لو حطيت مثلا هنا سته، فاصبح الطب مين المره دي؟ لا الطب مش خمسه بقى، مش على خمسه، ده الطب دلوقتي عند المكان ده اللي هو كام؟ الاندكس بتاعه واحد، صح؟ طب لو حطيت هنا سبعه، فاصبح الطب بتاعي بيشاور على مين؟ بيشاور على السبعه اللي هو اندكس كام؟ اللي هو اندكس اتنين. واضح؟ وهكذا. طيب، فدلوقتي في البدايه خالص انا بعمل انيشاليزيشن لايه؟ للستاك، بعمل انيشاليزيشن للستاك، فالطب بتاع مين؟ الطب بتاعي كده يبقى زيرو، فبقول له البي اس اوف الطب بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. واضح؟ طيب، فهنا هتلاقي عندك في البدايه خالص لما قلت هنا في السطر ده كده، في السطر ده اخدت اوبجكت اس من الستاك، من الستاك، فعمل ايه؟ راح على ده كده الاس اهي، تمام؟ راح على المين ميموري، راح على المين ميموري واخد ايه؟ حجز مساحه في الرام للمين؟ للاوبجكت اللي اسمه اس بالشكل ده، وباصه، وباصه للتوب زيرو، تمام؟ وباصه للتوب زيرو. ودلوقتي في الستاك عندي، الستاك عندي لسه، لسه الزيرو مش واخد حاجه، لسه مش واخد قيم، لان جاست ان انا عملت انيشاليزيشن للستاك، عرفت الستاك لكن لسه ما حطيتش جواها عناصر. واضح؟ تمام. طيب بعد كده جه عندي الفانكشن اللي اسمها كرييت ستاك، هيروح ينادي على الفانكشن اللي اسمها كرييت ستاك بالشكل ده كده، ويروح على المين ميموري ويحجز مساحه في المين ميموري لمين؟ للفانكشن اللي اسمها كرييت ستاك. طيب في الفانكشن دي كان في ايه؟ في الفانكشن دي كان في عندي الفانكشن، بصيت لها الفانكشن اهي، تمام؟ الفانكشن دي واخده بارامتر، فحجز مساحه للبارامتر او الفاريبل اللي اسمه بي اس فين؟ في الرام، اسمه بي اس. طيب قيمته قد ايه؟ قيمته اللي هو الابسوليوت، مش ده الارجيومنت اللي هيتبصى، فده كده الارجيومنت اللي هيتبصى للبارامتر بتاعي. فالقيمه بتاعت البي اس عباره عن ايه؟ عباره عن ابسوليوت اس، ده كده شغل، ده كده كله شغل بوينتر، تمام؟ وهنعرف يعني ايه بوينتر في الفيديو اللي جاي مباشره، تمام كده؟ طيب، فاصبح عندي البي اس او البارامتر اللي اسمه بي اس شايل مين؟ شايل بوينتر اللي اسمه بوينتر اس. بوينتر اس اصلا بيشاور على مين؟ بيشاور على مين؟ بيشاور على، بالظبط كده، بيشاور على الاس، بيشاور على الستاك اللي اسمه اس، لان ده البوينتر اس او الابسوليت اس معناه روح هات لي الادرس، روح هات لي، يعني الابسوليت اس ده لما اكتب ابسوليت اس معناها بقول له روح هات لي الادرس بتاع مين؟ بتاع الاس. فاصبح ان ده كده، اصبح ان البي اس، اصبح ان البي اس ده بيشاور على الادرس بتاع الاس، فكانه بص كده بيشاور على الادرس بتاع الاس اللي هو الاس اللي تحت ده. فاصبح شايف مين؟ اصبح شايف الستاك اللي متخزن عندي فين؟ في المين ميموري. تمام؟ تمام. فده كده فكره اليوزر ليفل، وده كده فكره الامبلمنتيشن ليفل. تمام، اتمنى الموضوع بتاع النهارده يكون واضح بالنسبه لكل الناس، والجزء اللي هو الابستراكت داتا تايب، ويعني ايه ابستراكت داتا تايب، وايه الريليشن شيب او علاقه الابستراكت داتا تايب بالداتا ستراكشر، وايه اللي بيحصل في الكومبايل تايم وفي خلال الرام، وايه الفرق ما بين اليوزر ليفل والامبلمنتيشن ليفل، يكون واضح بالنسبه لكل الناس. طيب نكمل مع بعض ان شاء الله في الكورس بتاعنا في الفيديوهات اللي جايه.